هي ليه منصات إطلاق الصواريخ الفضائية بترتبط بأماكن معينة على الأرض في حالة فكرنا في إطلاق صاروخ فضائي؟ وهل فعلا في بوابات للسماء بتعبر منها الصواريخ الفضائية؟ وإيه هي شروط إنشاء منصة إطلاق صواريخ فضائية؟ لو حابب تعرف إجابة الأسئلة دي كمل الحلقة الآخر وخلينا نبدأ. من الناحية النظرية من الممكن إرسال صاروخ للفضاء من أي مكان على سطح الكرة الأرضية، وده بيرجع لأن خريطة القواعد الفضائية بالعالم موزعة في جميع أنحاء العالم، ولكن في أماكن مناسبة أكتر من غيرها عشان يتم إقامة منصة إطلاق صواريخ عليها. وعملية إطلاق صاروخ فضائي من مكان معين على الأرض بيحددها مهندسين الفضاء بدقة عشان يقدر يوصل الصاروخ الفضائي لهدفه، بمعنى أن الصاروخ لما يتم إطلاقه للفضاء فهو بينطلق من كوكب الأرض المتحرك بحركتين، الأولى حركة الأرض حول نفسها والتانية حركة الأرض حول الشمس، والهدف اللي المفروض أن الصاروخ يوصله هو كمان بيتحرك في مدار معين ومش ثابت، وده لأن كل الأجسام في الفضاء في حالة حركة مستمرة، وبالتالي فكرة إطلاق صاروخ من مكان متحرك وهو الأرض لهدف متحرك وهو وجهة الصاروخ الفضائي اللي المفروض يوصل عندها يعتبر أمر صعب بيحتاج حسابات هندسية معقدة، وعشان كده اختيار المكان المناسب اللي هيتم إطلاق المركبات الفضائية منه بيخضع لحسابات دقيقة بتعتمد على 3 عوامل، الأول حركة الأرض، والعامل الثاني الوقت والمكان المناسبين، 3 حالة الطقس، ودلوقتي هي الأماكن المثالية لإطلاق الصواريخ الفضائية. عشان يتم اختيار المكان المثالي لإطلاق الصواريخ الفضائية لازم يتحط في الاعتبار أكثر من عامل، زي الاستفادة من حركة الأرض لإطلاق الصواريخ الفضائية. وفي البداية الأرض بتدور حول نفسها باتجاه الشرق كل 24 ساعة بسرعة بتوصل ل 1600 كيلومتر في الساعة، وكمان الأرض بتدور حول الشمس بسرعة 108000 كيلومتر في الساعة، وعشان كده العلماء بيستغلوا حركة الأرض حول نفسها وبيطلقوا الصواريخ الفضائية باتجاه الشرق عشان يقدر الصاروخ يستفاد من سرعة حركة الأرض، وبالتالي تزيد القوة الدافعة للصاروخ باتجاه الفضاء. وكمان إطلاق الصاروخ باتجاه الشرق خلى العلماء يستفيدوا من حركة الأرض حول الشمس، وبالتالي هتتوفر للصاروخ قوة تخليه يقدر يتغلب على الجاذبية الأرضية بسلاسة. 2 توقيت إطلاق الصاروخ الفضائي، ما بيكونش عشوائي لأن موقع الأرض بيختلف بالنسبة للشمس من وقت للتاني خلال السنة أثناء دوران الأرض حول الشمس، وعشان كده مهندس الفضاء بيختاروا التوقيت المناسب من السنة واللي بتكون فيه الأرض في أقرب نقطة من الهدف اللي المفروض هيوصل له الصاروخ. 3 كل ما كانت قاعدة إطلاق الصواريخ الفضائية أقرب لخط الاستواء زادت فاعليتها، وبالتالي هتزيد سرعة الصاروخ خلال رحلته لهدفه بالفضاء، لأن سرعة دوران الأرض سواء حول نفسها أو حول الشمس عند أو بالقرب من خط الاستواء بتكون أسرع وبتقل عند القطبين الشمالي والجنوب، وبالتالي زي ما سبق وقلنا الصاروخ هتزيد قوة دفعه باتجاه الفضاء والوصول لهدفه في أسرع وقت، وكمان هتزيد قدرة الصاروخ في التخلص من الجاذبية الأرضية. 4 عند التفكير في اختيار موقع لقاعدة إطلاق الصواريخ الفضائية من الأفضل إنها تكون بعيدة عن المناطق السكنية، لأن خزانات الصاروخ الفضائية بتكون مليانة بأطنان من الوقود النفاث، وده اللي عند احتراقه بيولي التفاعل كيميائي وانفجار كبير بالإضافة للضوضاء اللي بيسببها، والأخطر من ده حطام الصاروخ الفضائي، لأن حطام الصاروخ الفضائي بيسقط على الأرض بعد إنجاز المهمة في رحلة عودته للأرض. ولو نفتكر مع بعض الصاروخ الصيني لونج مارش 5 لما أعلنت الصين إنها فقدت السيطرة على الصاروخ في رحلة عودته للأرض، وده أثار الذعر في العالم كله بسبب حجم الصاروخ الكبير وعدم معرفة مكان سقوطه، وعشان كده أفضل أماكن لإنشاء منصات إطلاق الصواريخ إما بالقرب من المحيطات أو الصحاري الشاسع، وإن كانت الصحاري الشاسعة بعد استعمارها والسكن فيها بتمثل خطر في المستقبل على اللي بيسكنوا فيها. 5 أحيانا اختيار موقع منصة إطلاق الصواريخ الفضائية بيكون لأسباب سياسية، وده اللي بيأكد إن مفيش علاقة بين اختيار موقع منصة إطلاق الصواريخ ووجود بوابات للسماء، وعشان كده الاقتراب او الابتعاد من خط الاستواء هو اللي بيبين اختيار امريكا الجزيرة متقلبة الاجواء لاطلاق الصواريخ الفضائية، وهي مركز كينيدي للفضاء على جزيرة ميريت شرق فلوريدا. واختارت امريكا جزيرة ميريت لاكثر من سبب، الاول قربها من خط الاستواء وبعد عن التجمعات السكنية، بالاضافة لان الاطلاق بيتم في الساحل الشرقي للاستفادة من سرعة دوران الارض في ان الصاروخ بيوصل لوجهته بالفضاء باقل تكلفة واقل طاقة. وبالنسبة لروسيا واللي بيتم إطلاق صواريخها الفضائية من كازاخستان لأكثر من سبب، زي إن الاتحاد السوفيتي كان عايز يخلي موضوع إطلاق الصواريخ الفضائية سري، وده بالفعل حصل وفضل أمر الصواريخ الفضائية السوفيتية سري لحد ما أمريكا كشفت الموضوع عن طريق الأقمار الصناعية. والسبب الثاني اللي خلى روسيا تطلق الصواريخ الفضائية من كازاخستان هو إن الصواريخ الروسية حجمها كبير، وعشان كده بتحتاج قوة دفع أكبر
عشان تقدر تتخطى الجاذبية الأرضية. ده اختيارها كازاخستان كمنصة لإطلاق صواريخ الفضائية أفضل مكان، وده القرب من خط الاستواء، لأن لو روسيا أطلقت الصواريخ الفضائية من روسيا فده هيحملها تكاليف أكتر. ولحد هنا أتمنى أكون وفقت إني أوضح لك إجابة لسؤال: ليه منصات إطلاق الصواريخ مرتبطة بأماكن معينة على الأرض؟ وهل فعلا في بوابات للسماء بتمر منها الصواريخ الفضائية؟ وكمان شروط إنشاء منصة إطلاق الصواريخ الفضائية. ولحد هنا الحلقة خلصت، ما تنسيش تبص على المصادر هسيبها لك في وصف الحلقة. وإذا كنت بتشوفني على اليوتيوب اشترك بالقناة وفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد، ولو كنت بتشوفني على الفيسبوك فاعمل متابعة لصفحة محمود علي تيفي وشارك الموضوع مع غيرك عشان الكل يستفيد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.